مثل شي ورد دبلاني ناطرتك انا وعم دور حب تاني حتى اشوف الهنا. مثل شي ورد دبلاني ناطرتك انا وعم دور حب تاني حتى اشوف الهنا. وين راحت لبعيد صار بدي حب جديد شوفك بوجه وخبي حزني بعيوني أنا. وين راحت لبعيد صار بدي حب جديد شوفك بوجه وخبي حزني بعيوني أنا. لا تقلقوا ولا تفكروا بالموضوع، أنا رح جهزكن خلال دقيقتين. دقيقتين بس؟ مدام سومان، أنت ليش عاملة أصابعك هيك؟ شو هالسؤال؟ هالحركات بيعملوها لما يتمنوا شي؟ أي صح سومان، قولي لي أنت شو تمنيتي؟ أنا تمنيت إنه أحلامي كلها تتحقق، هاد كل شي بدي إياه، وبتمنى تزبط كل أموري. يا ريت تزبط، أنا بتمنى هالشي من قلبي. أكيد أنت رح تنجحي بالامتحان. شكراً إلك، أنت خليكي عم تدعيلي لحتى أقدر أنجح بكل شي بعمله بحياتي. لو سمحتي بتمنى تتحقق أحلامك. أنا ما عم بفهم شو مكتوب هون، كله بالإنجليزي معقول؟ شبك أنتي؟ ليش مستعجلة كل هالقد؟ ليش؟ إذا بدكم تشوفوا القائمة استنوا شوي. يلا استنوا. ممكن ساعدك يا مدام؟ على اسم مين عم تدوري؟ اسم لالي. ما أغباني، ما حدا بيعرفها بهذا الاسم لأنه هذا لقبها مو اسمها. الاسم يلي عم دور عليه سومان رافي كومار بارمار. بتمنى إنه الشي اللي خايفة منه ما يصير، وبتمنى إنه ما يخيب ظن أمي فيني أبداً، وبتمنى يقبلوني بكلية الإدارة، ما بدي غير هالأمنية. ألو، أنا بعتذر كتير منك، كمان نسيت كم كيلو حلو لازم جيب معي اليوم. معقول حبيبتي؟ هاي تاني مرة أنتي بتنسي. اسمعيني، بدنا 2 كيلو. حفظتيهم منيح؟ 2 كيلو صح؟ بدنا حبوب وفواكه وجوز هند، وبدنا كزبرة وقرفة وشو كمان؟ انت عم تسمعيني؟ ايه، وجيبي غراض الهافان. بتمنى ما تنسي شي. ايه ماشي. معقول؟ لوين راحت سانجانا مرة تانية؟ سانجانا أختي.
ما بتفهمي ابدا؟ كان لازم اني اضربك كف كسر لك اسنانك. سانجانا انت ليش بتضلي عم تعملي مشاكل؟ لازم تضلي عم تعملي مشاكل مع العالم اللي بالشارع؟ حبيبتي انت كتير بريئه. انا مو بس بنت حلوه وشايفه حالها مثل منفكره، انا بعرف دافع عن حالي منيح. انا ما بعرف شو بدي اقول، ما حدا بيقدر يعرف كيف بتفكري. على كل حال تعرفي شو؟ عنا أغراض كتير لازم نروح نشتريها. طيب بس ما بعرف إذا المصاري اللي معنا بتكفي. ما تخافي رح ندبر حالنا. أختي ليكي شوفي شو؟ ليكي لك شبك. خلاص لا تفضحينا أختي. يا غالي تعالي لهون لا تفضحينا قدام الناس. عامل هيك قصدا بس شو مشكلتك أنت؟ ما فيك تعملي شي؟ نزعتي لي شعراتي. سانجانا شو؟ شوفي شو؟ شوفي طوقك. عن شو عم تحكي؟ طوقي يمكن انسرق. أنتارا أنا بشوف حالي بالشي اللي لابسته. شو قصدك؟ بقصد إنه التطريز يلي على فستاني كتير حلو. لا تتوقعي مني خبي فستاني نهائيا. يلا قلي لي لوين بدنا نروح؟ على سوق إتواري. قالت لي أمي إنه رح نلاقي غراض رخيصة ومنيحة هني. شي حلو. بدفع مصاري عشي ضل معي فترة طويلة. بظن لازم نروح على سوق أنديارا. سانجانا بس نحنا لازم نروح على سوق إتواري. ما تنسي ما معنا مصاري كتير. طيب لو سمحتي دوري على شي تاكسي. أنا رايحة أشتري شغلة. لكي شو عم تعملي؟ أنت عم تخربي لي خطتي. ما فهمت أختي شو قصدك. استني وشوفي. يا أستاذ عجبني شكلك. ليش واقف؟ خدني عشي محل أشرب قهوة. يلا رجعنا ورا. يلا بسرعة شغل الميتور برجلك. برجلي؟ هذا بيشتغل بكبسة. مو مهم لا تحاول تتزاكى علي. فيكي تجي على البيت بتاكسي ماشي؟ شوفك سلام. أنا بتمنى أنه ما يتبهدل هالشب. عن جد سومان بنت موهوبة مميزة كتير كمان، بتهتم ببيتها وبتدير صالون تجميل كمان وكله لحالها. أنا ما بستحق كل هالحكي الحلو. أنا بعمل اللي علي وبس، وهاد واجبي لساعد عيلتي. يلا أعمل لك حواجبك. سوان أنت شو صاير لإيدك؟ ولا شي، هاد حرق صغير. سوان ممكن أقول شي؟ أكيد تفضلي. بتمنى ما يكون عندك مانع. أكيد لا. شايفة الخطوط اللي بكفك؟ مصيرك تقطعي 14 وعد، وهالشي بيعني إنه أنتي رح تتزوجي مرتين. هذا الحكي مكتوب بكفك. تعرفي شو؟ منيح ما قلتي هذا الكلام قدام كلواتي، وقال لك أنتي رح تتبهدلي ورح تعلقي بلسانه. سوما شوي. أمي وين بدنا نحط الغراض؟ كتير تقال علي، إيدي عم يجعوني. خدي. أمي
لو سمحتي قولي شي، فيكي تضربيني أو تبهدليني. قولي يلي بدك يا، أنا درست كتير وبأكد لك أني رح ضل هيك لحتى أنجح بهالامتحان. لو سمحتي لا تزعلي مني.